قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة بزيارة ميدانية لصالة مدينة خليفة الرياضية، والتي ستحتضن فعاليات هذا الأسبوع الحافل الذي سيقام في الفترة من 12 ولغاية 19 من نوفمبر الجاري تحت رعاية كريمة من ممثلي جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. واطمأن سموه على آخر التجهيزات والاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي الكبير. ورفق سموه في الزيارة رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة للهواة السيد كارث براون والعقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وعدد من رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة. وعبر سموه عن ارتياحه الشديد لسير العمل والتحضيرات لاستضافة مملكة البحرين هذا الحدث التاريخي العالمي، مؤكدا سموه أن هذه الاستعدادات توحي بنجاح الحدث الكبير على أرض البحرين. واستمع سموه لشرح مفصل لجميع الجوانب التنظيمية، كما قام سموه بتفقد الصالة الرياضية وآلية وطبيعة العمل فيها مع ما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للعبة. وحث سموه جميع العاملين في اللجان بالبطولة على بذل الجهد والعمل على تقديم كل ما يؤكد قدرة المملكة على التنظيم المثالي. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها كل القائمون على اللجان العاملة في البطولة وحرصهم على إخراج البطولة العالمية بالصورة المطلوبة التي تؤكد قدرة المملكة على استضافة الأحداث العالمية الكبيرة والتي نجحت وبفضل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ومن قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من وضع المملكة في مصاف الدول الرياضية. وعبر سموه عن ثقته المطلقة في قدرات الشباب البحريني وتميزه دائما في إنجاح أي حدث رياضي من خلال ما يملكه من إمكانات رسمت سمعة رياضية متميزة بين الدول، معربا سموه عن ارتياحه التام من كافة التحضيرات الهادفة لأن تكون هذه النسخة من البطولة هي الأفضل.